السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة. طبعا في الأجواء الشتوية دي هنعمل مع بعض أطباق جميلة إن شاء الله مشهية. بس قبل ما نبتدي مع بعض أطباق اليوم هنستقبل معانا الدكتورة نفيسة أخصائية التغذية. مرحبا بك دكتورة. مرحبا شيف محمد ومساء الخير على كل مشاهدي نكهة خاصة. إن شاء الله الأطباق متنوعة وأطباق تنال إعجابكم إن شاء الله يا رب. وحنواصل معاكم برضو للناس اللي بتعاني من السكري الإرشادات والنصائح. أتمنى إن هم يكونوا متابعين لنا. أتمنى برضو إنكم تكونوا متواصلين معنا على أرقام تخليكم أسفل الشاشة خلال الحلقة. ان شاء الله النهارده دكتور هنعمل مع بعض كفته الدجاج بطريقه جميله جدا من الاصناف الحلوه برده في الاجواء الشتويه ديت، والحاجات الجميله برده الاطفال بتحبها كتير. ممكن كمان تنفع في السندوتشات، تنفع في وجبه رئيسيه. وهنقدم معاها كمان شوربه الخضار طبعا عشان الاجواء الشتويه الجو بارد محتاج حاجات كتيره مدفيه. هنعمل مع بعض شوربه الخضار المشكله، وهنعمل كمان الحمص المبهر العادي بالبهارات. ممكن نعمل كمان منه كاسات الحمص السخن طبعا عشان برده حاجه مشروب كويس جدا وصحي كمان من ناحيه صحيه. انت تقدري تشربيه سواء في الصباح او في المساء كمان. تمام، هنشوف مع بعض مكونات اول طبق النهارده. هنعمل كفته الدجاج ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع حضراتكم مره تانية، وزي ما شفنا مع بعض مكونات الكفته. من انواع الكفته الجميله جدا الناس بتسال عليها دكتوره، في منها المشوي بنفس الطريقه يعتبر، وفي منها البانيه، وفي منها اللي ممكن تحشيه بالزيتون، تحشيه بالجبن. في انواع كتيره جدا مختلفه ممكن تعمليها مع كفته الدجاج، لان هي طبعا طعمها بيختلف شويه عن كفته اللحمه. طعمها بيتقبل اي صنف تاني انت ممكن تدخليه معاها. طبعا بتبقى لذيذه جدا لما انت بتحشيها الجبن كمان مع القليه في النار، بتبقى شكلها جميل. ممكن تعمليها قطع من غير البانيه كمان اللي احنا عاملينه النهارده. يعني في كذا طريقه ممكن تعمليها مع الكفته بطريقه سهله. تعمليها كور صغيره وتعمليها برده زي داود باشا، بس هتبقى مع كفته الدجاج. ممكن نعملها قطع صغيره يا اقراص صغيره كده، وبعدين تحطي عليها قطعه طماطم، قطعه جبنه، تحطي عليها مثلا صوص وهي طالعه، بتبقى شكلها جميل جدا. النهارده احنا هنعملها مقليه، هنعملها بانيه مقليه. الفكره كلها يا جماعه ان احنا بنجيب الدجاج طبعا بنخليه كويس جدا، بعد كده بنشيل منه الجلد كمان واي اجزاء من العظم نخلي بالنا كويس، وبعدين نغسلها غسله كويسه جدا مع خل وعصير ليمون مثلا وشويه ملح صغيرين. تغسليها كويس جدا، وبعد كده تصفيها، تاخديها في المفرمه او الكبه بتاعتك تفرميها كويس. هتبقى لحمها ما تخليهاش ناعم شديد عشان برده الانسجه بتاعت الدجاج اليافها ضعيفه طيب. شويه فبتكون برده سريعه في التسويه، يعني ما بتستحمل زي اللحمه كتير طيب. تمام، هنعملها كده بالشكل ده. هنفرم معاها مثلا بصلايه صغيره، تحطي فصين توم او تستعملي بصل بودره وتوم بودره للناس اللي ما بتحبش الحاجات تظهر فيها عشان برده اللون بتاعها يكون ابيض. وبعدين نحط معاها شويه بقدونس او كزبره، اي حاجه خضراء، عود نعناع، تفرميه معاها كل ده في الكبه، معاها شويه بابريكا، شويه حبهان صغيرين، فلفل اسود، ملح. الناس بتحب تخليها لونها اصفر شويه، تحطي معلقه كركم او كاري، تنكهيها بالنكهه اللي انت عاوزاها. كل دي نكهات بتديها لكفته الدجاج، بس ما بتزوديها كتير. هي طبعا يا جماعه عشان الكفته احنا محتاجين لونها اللحم نفسه يكون ابيض زي كده، ما بنلون فيه كتير، الا بقى بعض الناس اللي بتحب تخلي لون اللحمه مثلا او كفته الدجاج تكون بالبابريكا لونها احمر شويه، لونها اصفر، بالكاري او بالكركم. في ناس بتحب تضيف برده فلفل الوان تقطعه كويس فيها، بس برنات صغير كده. في ناس بتحب تفرم معاها بسله برده بتغير اللون شويه مع البقدونس. يعني في اصناف كتيره جدا يا جماعه. التنوع في الكفته دي بالذات بتتقبل معاكي اي شيء انت عاوزاه. طبعا النكهه المميزه فيه لو انت حطيتي مثلا نوع كزبره، نوع بقدونس مع الكفته دي، ابسط شيء عندك بصله مفرومه، ثوم، شويه ملح وفلفل، حبهان، جوزة الطيب، كل ده بتفرميه مع بعض.
او بتفرمي اللحمه لوحدها بعدين تبهري براحتك بره تعمليها كفته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتسيبيها شويه طبعا في الثلاجه شويه صغيرين وبعد كده نعملها طبعا ممكن تعملها طبعا اصابع وممكن تعمليها كده بالشكل ده كور صغيره كده وتضغطي عليها تخلي السماكه بتاعتها مع عليا جديد تمام كده بالشكل ده اول قرص بيبقى بالشكل ده كده بعد كده طبعا مع الضغط في الدجيج والبيض والبقسماط بتظهر معاكي شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين كده لحمه كده هنعمل واحده تاني كده بالشكل ده وتلفيها كويس جدا بعد كده تضغطي عليها كده ببطن ايديكي بالراحه وتبتدي تسويها قرص كده مدور شكله جميل بالشكل ده تمام ده العمليه الاولى اللي احنا بنعملها بعد كده بنعملها طبعا في الدقيق والبيض يا جماعه احنا بنضيف عليه معلقتين فلفل اسود ومعلقتين حليب بالذات مع كفته الدجاج عشان نحافظ شويه على اللون ما تسمر منك او تبقى لونها اسود شويه بعد ما تطلع من الزيت مع عمليه البقسماط برده تخليه ناعم جدا عشان طبعا الكفته بتاعت الدجاج هشه شويه ففي التسويه بتستوي اسرع من كفته اللحمه كمان تمام كده بالشكل ده بعد كده نعملها في العمليه الثانيه مع البيض معلقتين حليب ومعلقه فلفل اسود تعمليها فيها بس تضغطي كده في الدقيق شويه بسيطه تسويها طبعا تخليها تمسك كويس جدا ما تخليش فيها اي جانب من اللحم ظاهر عشان ما يبقاش مقرمش معاكي في الزيت وشكله طبعا بيكون متغير عن البقسماط هنضيفها كده في البيض زي ما قلنا يا جماعه نغسل الدجاج كويس جدا بعد كده نشيل ننزع منه الجلد وبعد كده نضيف عليها البهارات بتاعتنا والخضروات اللي انت بتحبيها سواء فلفل سواء خضروات خضراء بقدونس كزبره نعناع ريحان اي حاجه انت عندك ممكن تضيفيها فيها تمام وناخدها بعد كده من الدقيق هنضيف عليها البيض ومعلقتين حليب كده ومعلقتين فلفل اسود في ناس بتحب تحط برده بهارات بابريكا اي حاجه بتحب تشيل الزفاره مفيش مشكله بس طبعا الفلفل الاسود مع الحليب برده بيشيل لك الزفاره كتير هنعمل كده مع بعض بالشكل ده وبعدين في البوكسومات وبعد كده تدخليها طبعا الثلاجه تمسك شويه زي ما اتفقنا اي حاجه بنيه يا جماعه عشان تطلع معاكي بجوده عاليه وشكلها حلو تضيفيها في الثلاجه شويه بعد كده تضيفيها في الزيت الزيت يكون ساخن ما يكون بارد تمام طيب يا شيف انت لن تدينا طريقه ثانيه ان احنا ممكن نعملها بما ان هي حقه بطاطس كميه الدهون الموجوده فيها بسيطه انها تكون بالفرن ممكن كيف تتعمل ممكن بنفس الطريقه كده يا دكتوره برده بعد ما تتعمل في البوكسومات او ممكن باللحم بس لو اللحم بس انت ممكن تضيفي عليها خضروات مثلا شريحه فلفل شريحه طماطم شريحه بطاطس مثلا محمراها تحميره خفيفه او تعملي البطاطس جنبها وبعدين تطلع تضيفي عليها قطعه البطاطس وشريحه الجبنه مثلا موتزاريلا جبنه شيدر جبنه رومي اي نوع من انواع الجبن تضيفيه عليه تمام عشان في ممكن تكون يعني الطبق بتاعنا بما انه هو مكون لنا من الفراخ والفراخ دايما من اللحوم اللي بيكون كميه الدهون الموجوده فيها اقل من كميه اللحمه اللي احنا بنكمل من احنا ماسكين مرضى السكر بنقول لهم دايما كل ما يستخدموا لنا الفراخ وتحديدا الجزء بتاع صدر الفراخ من غير الجلد بتاعته بيكون الطبق بتاعنا مناسب جدا لكن بتختلف بس الطريقه بتاعت الطهي بتاعته انه يكون بالفرن بيكون كميه الدهون اللي احنا استخدمناها بتكون قليل عكس تماما احنا حمرناه واذا كانت برضه كفته بتاعت لحمه بتكون كميه الدهون بتاعتها كثيره لكن احنا ممكن نقلل الدهون احنا نستخدم الكفته اللحمه الفليتو من اللحمه العجاله دائما لان هي اللحمه المناسبه لنا مرضى السكري عكس تماما اللحمه البقر الكميه احنا ممكن نستخدمها من كميه اللحوم لمرضى السكري بتكون ممكن تستخدم اللحم مرتين في الاسبوع والفراخ ثلاث مرات في الاسبوع والسمك ثلاث مرات في الاسبوع المسموح لهم خلال الاسبوع بالنسبه للقيمه الغذائيه بتاعت الطبق بتاعنا بيحتوي لنا على نسبه عاليه جدا من البروتين وبرضه بيحتوي نسبه عاليه جدا من الكربوهيدرات ومن الفيتامينات الموجوده فيه وفي الخضار احنا عملناه معه واهم حاجه انه يكون طبق مناسب جدا للناس اللي هم ما عندهم مشاكل مع الكوليسترول لانه برضه نوع من اصناف الكفته لكن احنا عاملينه بالطريقه بتاعه الفراخ واهم حاجه بس نقلل كميه الدهون بطريقه الفرن. طيب يا دكتوره كده الكفته بالشكل ده تمام زي ما شايفين طبعا بتحطيها في الثلاجه شويه تتماسك وهي بتاخد الكميه ميزه الكفته الدجاجه مع ما بتشيل كميه البقسماط كتير يعني حتى لون اللحمه بصي بتلاقيه برده ظاهر معاكي فبتكون التحميره خفيفه جدا حتى لو انت عملتيها في الفرن ما بتحتاج ان انت تقليها في الزيت بتكون سهله معاكي جدا بس بتديها رشه بتاعت زيت زيتون مثلا او ممكن ما تحتاج منك تلميعه خفيفه بس بالفرشه عشان تكون نسبه الدهون برده فيها قليله جدا تمام هنخليها شويه تبرد في الثلاجه بعد كده طبعا هنكون بنسخن مع بعض الزيت وشويه كده هنبتدي تحمير مع بعض تاني صنف من اصناف اليوم النهارده ان شاء الله مع الاجواء الشتويه الجميله ديت هنعمل مع بعض شوربه خضار مميزه ودي طبعا بتلم لك كل الخضروات اللي موجوده عندك في الموسم او في الثلاجه بقايا بسيطه مثلا مش عارفه تعملي بيها ايه فدي من الحاجات المهمه جدا اللي بنقدر نعملها في الشوربه سواء عندك بسله فاصوليا طماطم عندك جزر
كوسة، بطاطس، كل الأنواع الخضروات اللي موجودة عندك ممكن تضيفيها فيها، حتى لو كانت كمياتها بسيطة، بس طبعا لما بتتجمع معاكي بتكون شوربة خضار مشكلة. خلونا نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مرة تانية. ورجعنا مع حضراتكم مره تانية، وزي ما شفنا طبعا المكونات سهله يا جماعه، بتجمعي اي خضار موجود عندك في البيت ممكن تعمليه بيها بكميات بسيطه. يعني ساعات طبعا اي طبخه بتفيد منك، مثلا قطعتين جزر، قطعه بطاطس، مثلا قطعه ملفوف، ما عملت السلطه فاضت منك، تضيفي مثلا جزر، شويه بسله صغيرين بقى منك من طبخه، كل الحاجات دي بتجمعيها بتبقى معاكي مشروب مميز جدا من شوربه جميله جدا، بتجمعي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا طبعا من الخضروات. وبالاضافه كمان ممكن تضيف عليها حبه طماطم مثلا، تضيف عليها بصل، تضيف عليها ثوم، تحط ليمون مثلا بعد وهي طالعه، بتبقى شكلها جميل جدا. تمام، هننزل مع بعض اول حاجه بالماده الدهنيه زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هننزل بالبصل كده، نقلبها تقليبه كده خفيفه طبعا مع الشوربه. يا جماعه احنا ما بنحمر البصله، بنخلي البصله بس تدبل تتبيله خفيفه كده بالشكل ده. طبعا شوف ده بقول لك انه لما احنا عايزين نقلل كميه الدهون اللي مرض السكري، فتدينا طريقه ثانيه انه ممكن يكون كله مسلوق مع بعض من غير ما انه يتحمر لنا ان شاء الله. اذا كان البصل، اذا كان انواع الخضار، ممكن ننزله كله على فكره دكتوره في ميه سخنه وتطلعيه. يعني الناس برضو اللي بتحب الحاجات برضو ما فيهاش طعم الزيوت نهائي، تكون مجهزه الشوربه بتاعتك عاديه او ميه عاديه طبعا. ونعمل فيها البصل بس بلانشيه كده حاجه بسيطه، تنزليها في ميه سخنه كل الخضرات بنفس الطريقه، وتدي فيها تاخد غلوه وتطعميها التطعيم اللي انت عاوزاه. تمام كده، بس طلعنا ريحه البصل منها. بعد كده هننزل مع بعض اول حاجه بالجزر، عشان طبعا بيكون بيحتاج تسويه اكتر كده بالشكل ده. نقلبها تقليبه خفيفه كده. طبعا الخضروات يا جماعه احنا ليه بننزلها من غير الشوربه؟ في ناس بتحب تضيف الشوربه وبعد كده تضيف جواها الخضروات، فبالتالي بتدبل معاكي وما بيبقاش فيها اللمعه بتاعه الخضار اللي احنا متعودين عليها. فعشان كده احنا بناخدها الاول تقليبه مع الماده الدهنيه اللي احنا شغالين بيها، سواء زبده او سمنه او زيت، ونقلبها كده بالشكل ده. وبعد كده نبتدي نضيف مع بعض البطاطس، برضو كل الحاجات يا جماعه تحاولي تقطعيها قطع صغيره عشان تبقى شكلها حلو معاكي. بطاطس مع الجزر كده، طبعا الكوسه والبسله والفاصوليا دولت اخر حاجه انت بتضيفيهم، عشان طبعا تسويتهم ما بتستعملش سوا، وبالذات البسله انت طبعا بتكوني اساسا مديها سلقه بسيطه في ميه سخنه. تمام كده بالشكل ده نقلبها. يكون عندك طبعا مرقه دجاج بتاعت لحمه بتاعت دجاج، حبيت تعمليها بالميه بس مفيش مشكله، طبعا مع النكهه برده بتاعت الميه، الخضار بيطلع النكهه بتاعته الخاصه بيه، لكن لما بيكون عندك شوربه طبعا بتاخدي البروتين بتاعها افضل، فبتضيفيها وبعد كده تعملي الشوربه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى خدنا البصله مع الجزر الثاني حاجه، وبعد كده ضفنا البطاطس، نقلبها تقليبه حلوه كده، وبعد كده نضيف مع بعض ممكن الطماطم كمان كعبات كده صغيره، ونضيف الكوسة، نقلبها كده برضو تقليبة خفيفة. البسلة انا بفضل ان احنا قبل نهاية التسوية بحاجة بسيطة، لان طبعا ما بتستحملش التسوية كتير، هي والفاصوليا بالذات لما بتكوني واخداها ومية سخنة زي ما اتعودنا، بتبردي عليها كويس جدا وتخليها هي اخر حاجة بتضيفيها في نوع الشوربة اللي انت بتعمليها. تمام
بتجمعي طبعا زي ما اتفقنا دي البسله يا جماعه والفاصوليا، بتنزليها في شويه ميه بتغلي مع شويه ملح وتخليها تاخد غلوه كويسه، بتطلعيها تبرد عليها، سواء انت هتستعمليها مع انواع رز، انواع شرب، انواع لحوم، في حشوات معينه للفطاير، الحاجات دي كلها بتستعمليها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي عشان تبقى طبعا متماسكه ولونها الاخضر زاهي زي ما احنا شايفين كده. لكن لو انت طبعا نزلتيها من البدايه بيكون معاكي لونها باهت، وبعد كده طبعا بتستوي معاكي بسرعه ما بتستحملش معاكي التسويه كده زي ما احنا شايفين. نضيف مع بعض شويه بهارات بسيطه، طبعا في الشرب بالذات يا جماعه نضيف مع بعض شويه ملح، فلفل بسيط، شويه حبهان، جوز الطيب ممكن، حاجه بسيطه. لو حبيتي تخلي لون الشوربه نفسها غامق شويه ممكن نضيف معلقه بابريكا. تمام شويه فلفل اسود، نقلب كده تقليبه خفيفه، ناخد النكهه بتاعه الفلفل مع الملح كده مع الخضروات، وبعد كده نضيف مع بعض الشوربه. زي ما احنا شايفين حاجه بسيطه جدا يا جماعه. البواقي اللي عندك في الثلاجه ممكن حبتين كوسه، حبتين جزر، حبتين بطاطس، عندك كرنب اللي هو الملفوف ممكن تضيفي منه برضو، اي نوع من انواع الخضروات، في الخضروات الورقيه برضو ممكن تقطعي منها وتضيفي مثلا السبانخ، الحاجات الجميله دي، طب بقدونس، الكزبره، كل الحاجات دي بتديكي نكهات جميله جدا للشوربه. هنضيفها كده مع بعض. طبعا الطماطم بتساعد كتير ان في لون احمر بسيط بيطلع للشوربه وبيديها نكهه حلوه، ممكن نستغنى عنها برضو يا دكتوره. تمام كده بالشكل ده. واخر حاجه طبعا هنضيف مع بعض البسله، بس بعد ما تخش في عمليه التسويه شويه نحس ان الخضروات بدات تستوي، نضيف اخر حاجه البسله، ممكن تطعميها لو عندك ورق لورا، حبهان، جوز الطيب، ملح وفلفل، وبعد كده تغطي عليها وبعد كده تسيبها تستوي شويه، واخر حاجه نضيف مع بعض البسله. تمام كده انتهينا مع بعض من شوربه الخضروات وعملنا كفته الدجاج وسبناها مع بعض هنحمرها مع بعض بعد شويه. هنستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. ورجعنا مع حضراتكم مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وطبعا هنعمل مع بعض صنف ثاني جدا جميل مع الاجواء الشتويه الجميله ديت، مع الحمص او الكبكبيه زي ما احنا بنقول. هنعمل منه صنف من غير مشروب يا دكتوره، وصنف هيتعمل مشروب جميل جدا، وطبعا مشهور بحمص الشام، من الاصناف الجميله جدا المشهوره طبعا في بالذات الشعوب العربيه، بناكلها طبعا في السعوديه، في سوريا، في مصر، في السودان، كل واحد بيعملها بطريقه مختلفه. النهارده احنا هنعملها بطريقه مبهره جميل جدا ونكهته خاصه. خلينا نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
ورجعنا مع حضراتكم. زي ما شفنا المكونات، مكونات سهله بسيطه جدا يا جماعه. طبعا كلنا بنحب الكبكبيه او حمص الشام، بناكله في السلطات، بناكله في الشوربه، بناكله حتى في نوع من انواع الحلويات برضو بيخش، بس بيتعمل بنكهه طبعا معينه مع الكراميل اللي بيبقى ليه نكهه خاصه طبعا. يوم ان شاء الله في حلقه مميزه هنعملها لكم. اللي نتكلم عن الحمص، اتكلمنا عنه كتير بالذات لما تيجي تسلقيه. ناس كتير بتشتكي ان القشره بتاعته بتقشر منهم هم بيسلقوه. طبعا يا جماعه زي ما اتفقنا، اقل حاجه تنقعيه لو ما كانش يوم كامل، اقل حاجه 8 ساعات تحاولي تعمليه 8 ساعات منقوع في ميه، وتغيري له الميه مره واثنين وثلاثه ممكن، عشان طبعا بتطلعي منه الاتربه والالياف اللي موجوده فيه، او بتحافظي على الشكل اللمعه نفسها بتاعت الحبه، وبتضمني كمان ان انت غسلتيها غسله كويسه جدا. تصفيه من الميه بتاعته، بعد كده تكوني مجهزه ميه سخنه، تروح حطها معاها معلقه ملح، والملح ده يا جماعه بيحافظ على الغشاء الخارجي بتاع الحمص نفسه او الكبكبيه بالشكل ده، يعني بتخليها بالقشره بتاعتها تمام، عشان احنا عاوزينها طبعا بالقشره بتاعتها ليها فوائد كتير طبعا، احنا الدكتوره هتكلمكم عنها، لكن احنا عاوزينها نعملها في مشروب او سلطه او شوربه مثلا، لازم نديها سلق الاول يا جماعه، وبتاخد لها في النار حوالي نص ساعه ل 40 دقيقه. ده في التسويه لو انت هتدخليها مع صنف تسويه ثانيه، لكن لو انت هتعمليها في تسويه على طول زي السلطه بتخليها تسوي كويس جدا، اقل حاجه بتقعد لها ساعه ساعه وربع على النار تمام. بعد كده بتبردي عليها كويس جدا في ميه بارده، وبعد كده تحفظيها طبعا في الثلاجه لوقت الاستعمال، تستعمليها مع اي نوع، وده طبعا ما بيحصلوش حاجه يا جماعه لو انت اديتي له رشه زيت خفيفه، بيحافظ على اللمعه بتاعه الحمص نفسها تمام. نيجي للصنف زي بتاع النهارده، احنا هنعمل مع بعض مبهر، يعني لازم يكون فيه تطعيم بتاع البهارات زهره فيه كتير. هنضيف معاها شويه بابريكا كده، تعمل الخلطه دي بره افضل، بابريكا، شويه شمار كده، وزعتر بالطريقه دي على حسب طبعا الكميه اللي انت بتعمليها، وبودره ثوم بتديها نكهه جميله جدا، وبودره بصل تمام بالشكل ده، والملح. الملح طبعا توزنيه زي ما انت عاوز. اخر حاجه عشان الطعم طبعا يكون مميز، وفي نفس الوقت في المزازه بتاعتها، ناس كتير ما تحط فيها خل، حطي افضل كتري عصير الليمون تمام كده بالشكل ده. نقلبها ونضيف عصير الليمون ونقلبها كده بالشكل ده. كده كده بقت التبهيره خلاص جاهزه، وعندك الحمص مسلوق جاهز، تبتدي بس تضيفيه عليه تمام. شايفين اللون بتاعها بيكون كده. ممكن طبعا زياده البهارات دي زي ما انت عاوزه، ممكن الناس تحب تضيف شطه مثلا، نضيف معاها شويه شطه برده صغيرين، نزح بزبط الشطه، الشباب طبعا بيحبوا الشطه هنا كتير تمام. كده بالشكل ده نقلبها، وبعد كده نضيف على الحمص او الكبكبي ونقلبها كده بالشكل ده. شايفين بقى مبهر وشكله اتغير تماما مع البابريكا والشطه، على حسب طبعا الرغبه اللي انت بتعمليها تضيف البهارات اللي انت بتحبيها، يعني بس هي الاكثر المميز فيها. ممكن كميه التطعيمه كثيره في المويه، لا بتكون في الطعم. في نوع ثاني احنا هنعمله دلوقتي يا دكتوره مع الميه، اللي هو المشروب الساخن. ده ممكن يتعمل كده سلطه لوحدها او تتاكل برده، لان طبعا نسبه الالياف فيها عاليه بتدفي كتير الجسم، ممكن تعمليها كده، وده طبق مميز بالنسبه لك. تقدميه في كاس مثلا مع مشروب ساخن او عصير ليمون مثلا ساخن كده يعني تمام. هنضيف مع بعض كده في الكوبايه. هبدي ولا تشرب. طبعا بالنسبه للطبق بتاعنا الحمص المبهر من الاطباق الجميله جدا، تحديدا في الفصل، يعني الفصل في كل الفصول، لكن فصل الشتاء تحديدا، لانه بتحتوي علينا نسبه عاليه جدا من الكربوهيدرات. كله ما كان الطبق بتاعنا بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الكربوهيدرات، معناته هيساعدنا على تدفئه اجسامنا بصوره سريعه جدا. برضه بيحتوي الحمص، بيحتوي علينا على نسبه عاليه جدا من الالياف، وبيحتوي برضه على نسبه عاليه جدا من فيتامين الف. فيتامين الف بيفيدنا في تجديد الخلايا بتاعتنا، وبيفيدنا برضه في صحه البصر، بيفيدنا في سلامه الشعر. برضه الحاجه الثانيه والالياف زي ما بقول لكم دائما ان هي صحيه لعمليه الهضم، وما ننسى برضه انه هي مفيده جدا للناس السكري اللي بياخذها، يعني ممكن مرضى السكري ياخذها لكن ما بتكون له كمرضى كوجبه اساسيه، ممكن تكون كوجبه خفيفه بعد الاكل بساعتين، لكن برضه الكميه ما بتكون كثيره، بتكون الكوب بتاعنا حق الشاي بتكون النص بتاعه، ما بتكون لنا كميه كبيره لانه كميه الكربوهيدرات كبيره جدا، وما بناخذ معها اي نوع بتاع كربوهيدرات ثاني. الحاجه الثانيه برضه بالنسبه للغذاء الغذائيه بتاعت الشوربه بتاعتنا، بتحتوي لنا على نسبه عاليه جدا من الفيتامينات اللي هي محتويه لنا من مكوناتها، ودائما مرضى السكري احنا بننصحهم انهم هم ياخذوا لنا الخضارات اللي بتكون فريش، اي نوع بتاع خضار مسموح لهم، واي نوع بتاع فواكه مسموح انهم ياخذوه، ممكن يمتنعوا لنا عن الخضارات اللي بتكون فيها نسبه النشويات الموجوده فيها عاليه، سواء انه كان البامبي، سواء انها كانت البطاطس، لكن بس بعد ما احنا ندخلها في الشوربه ونسلقها بتكون تخلصنا من اكبر كميه من النشويات الموجوده فيها. الحاجه الثانيه
الخضروات المفيدة جدا لمرضى السكري ممكن تكون البامية لأنها بتساعد لنا على إنزال مستوى السكر في الدم، برضو من الحياة المفيدة لهم جدا لمرضى السكري. غير إنه البامية ممكن يأخذ لنا الفواكه يأخذوها لكن بكميات معتدلة ما بكميات كبيرة، إحنا ممكن نأخذها لأنه ممكن برضو يساعد لنا على ارتفاع مستوى السكر. نشوف مع شيف محمد ونتكلم ثاني باقي الفوائد. دكتوره كده انتهينا خلاص زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. طبعا النكهه بتاعته يا جماعه بتظهر كتير جدا اول ما بتحط البهارات وتيجي تشميها مع الحمص، لها نكهه مميزه يعني. تمام. بعد كده ممكن تعملي معاها شريحه ليمون كده خفيفه بالاضافه طبعا لعصير الليمون اللي احنا عملناه بالشكل ده. تحطي مثلا كزبره او نعناع بتديها نكهه جميله جدا خضره معاها بالشكل ده كده. عود كده خفيف فيها تديها شكل جميل وفي نفس الوقت تديها نكهه جميله جدا مع الكزبره الخضراء او عود نعناع لو عندك فريش. شايفه يا دكتوره دي حاجه لذيذه جدا وسريعه ممكن تعمليها حتى تحطها في الثلاجه. ممكن تاخذ كايسناك في الوقت البارد فيها شيء بكون تكون لينا ساخنه وتكون مفيده لينا جدا. كل ما كانت زي ما بقول لكم كربوهيدرات، كل ما كانت حاجات فيها بالحليب احنا اخذناها، الشوفان سواء انه كان الكبيب بانواع مختلفه استخدمناها في حاجات بسيطه ممكن تساعدنا على التدفئه، ونستفيد احنا برضو منها في كميه بتاعت كربوهيدرات كثير يكون الجسم محتاج منها. الاطفال في مرحله النمو محتاجين لكربوهيدرات، محتاجين لبروتين، كل حاجات بتمثل لنا في ممكن في اطباق بسيطه وكميات بسيطه هم يستفيدوا منها. الحمص خلاص المبهر بقى نعمل مع بعض الحمص الساخن الثاني، نعمل شويه كده وشويه كده عشان برضو الناس اللي بتحب الحاجات الساخنه كتير. الحمص الثاني برضو دكتوره سهل جدا، بس احنا هنضيف نفس مجموعه البهارات معاها مع الميه، هتخلي نصه كده ونصه كده مثلا، وبعد كده نضيفه على النار مع شويه ميه بسيطه بس. الاضافه اللي ممكن تضيفيها عشان تكون حار معاكي اكتر تضيفي معلقه جنزبيل. تمام كده بالشكل ده نضيف مع بعض الحمص وننزل معاها كده تقليبه مع البهارات. النكهه السخنه اللي احنا عملناها ده دكتوره مع الحله دي بتديكي نكهه جميله جدا مع البابريكا كده، شويه شمار وهنعمل شويه شطه صغيرين وشويه ملح كده بالشكل ده، ونضيف شرايح ليمون برده معاها عشان تديها نكهه جميله جدا مع الصوص نفسه اللي انت عاملاه. سيب في التحميص يا شيف، سر التحميص نفسها يكون كده يا دكتور. النكهه بتاعتها بتاعت البهارات كمان بتظهر كتير مع الحمص زي ما احنا شايفين كده. النكهه مع النار غير ما يكون انت حاطه معاها الميه بتاخد وقت شويه عشان تاخد الغليان، لكن كده بتاخد التبهير والطعم بسرعه مع الحمص. تمام كده بالشكل ده. هنضيف كمان ميه كده وده كده بيكون معاكي مشروب ساخن جاهز، بس ان انت تاخدي منه مع عصير الليمون او شرايح الليمون كمان احنا لسه هنحطها مع بعض في الكاسات، هيكون ليها نكهه مميزه مع الشمار والشطه والبابريكا. وهنستفيد اكثر ما ننسى انه الحمص بيحتوي على الحديد وفيتامين سي متمثل لنا في شرايح الليمون، يعني برضه ممكن تكون وجبه مفيده جدا للناس اللي هي بتعاني من الانيميا. في نفس الوقت سخنه وفيها كميه كربوهيدرات عاليه، يعني كلها وجبه لنا مناسبه في الشتاء والناس حتى اللي بتعاني من فيتامين نقص في الانيميا في الحديد. طب شفنا مع بعض دلوقتي يا دكتوره ضفت كمان البسله مع الشوربه خلاص. طبعا لما بتكوني متقطعاها قطع صغيره بتستوي معاكي بسرعه وفي نفس الوقت بيكون شكل الخضار زي متناسق كده مع بعض بالالوان والتقطيعات اللي انت عاملاها. تمام كده بالشكل ده. طبعا احنا مطعمينها بطعيم كامل وبعد كده تغطيها برده وتسيبيها تستوي. تمام ممكن في الوقت ده نبتدي نعمل مع بعض الكفته نحمرها بالشكل اللي احنا نشوفه دلوقتي كده مع بعض. زي ما اتفقنا بنخليها تبرد شويه في الثلاجه الكفته وبعد كده نضيف الزيت على النار عشان تبقى متماسكه معاكي وفي نفس الوقت الشكل اللون التحمير نفسه، لان كفته الدجاج من الكفت اللي هي ما بتاخد وقت كتير في التسويه. تمام يعني بتاخد وقت بسيط جدا ما زي كفته اللحمه بتاخد وقت شويه في التحمير، لكن انت بتعمليها بانيه وسواء انت عملتيها في الفرن برده ما بتاخد معاكي وقت كتير، ممكن تديها شريحه موتزاريلا، تديها نوع مثلا من انواع الفلفل، تعملها شريحة بطاطس محمرة برضو جنبها كده في الطوة، تعملها تشويحة خفيفة بس زي الشيبسي كده، بعدين تضيفيها عليها وعليها شريحة الجبنة، تضيفيها طبعا شوية فلفل ألوان، بقدونس برضو معاها وهي طالعة بتديكي شكل جميل جدا، للناس اللي ما بتحبش التحمير أو البانية أو بتحب المواد الدهنية تكون بسيطة فيها. تمام؟ كده عملنا مع بعض الحمص يا دكتورة، شايفة لونه بيبقى بالشكل ده كده، طبعا كل ما بيقعد أكتر لون البابريكا والشطه بيغمق الشوربه اكتر، بتبقى معاكي مشروب لذيذ جدا، وده بحاجات الجميله اللي بتدفي في الاجواء الشتويه الجميله ديت مع انواع الشوربه اللي احنا عملناها وكمان كفته الدجاج اللي احنا نقليها دلوقتي.
زي ما احنا شايفين كده الكفته بالشكل ده. يا جماعه شايفين اهم حاجه السماكه بتاعتها ما تكونش كتير، تكون متناسقه مع بعض في التدويره، سواء انت عملتيها اصابع عملتيها بول صغير، اي حاجه انت عاوزاها ممكن تعمليها بالشكل اللي انت عاوزاه. تمام. في ناس بتحب تعملها كمان احجام كبيره وبعد كده تضيفها على قالب بتاع رز، تضيفها على قالب بتاع مكرونه، تعمليها شكل البيتزا من فوق بالخضروات مع الجبنه برده. كل دي افكار كتيره جدا مع كفته الدجاج. تمام. شوف كده ننزل مع بعض، خليها بس تسخن شويه مع الزيت عشان ما تشربش زيت معاك كتير، بس انت بتجربي طبعا بواحده وتطلعيها تكون مجهزه طبعا مناديل معاكي، ورق زبده، اي حاجه انت بتقدري تطلعيها بيها عشان تخفي منها الماده الدهنيه اللي انت عاملاها. تمام. طب شوفي لحد ما تسخن معانا احنا ممكن برضو ندي لناس السكر الكميه بتاعت الخضروات اللي هم مسموح لهم انهم ياخذوها خلال اليوم، مسموح لهم انهم ياخذوا نوعين بتاعت فاكهه معاه، كوبايه بتاعت عصير او كوبايه بتاعت كوبايتين عصير او نوع بتاع فاكهه واحد، مهم ثلاثه حصص هم المفروض ياخذوها خلال اليوم، فاكهتين او عصير او عصيرين وفاكهه. نوع الفواكه المسموح انهم ياخذوها سواء انه كانت برتقاله او موزه، حتى الموز بيكون الحجم المتوسط، ما بتكون الحجم الكبير لا، بتكون الحجم المتوسط من الموز. الحاجه الثانيه العنب، اذا كان العنب الحبات الكبيره مسموح 8 حبات بتاعت عنب، اذا كان العنب الصغير 12 حبه بتاعت عنب، اذا كان البطيخ بتكون 3 شرايح مقاس صغير من المقاس الكبير، وبرضه الشماغ برضه بيكون 3 شرايح. ودائما احنا نشوف في البلح، البلح دائما الناس بيحبوا البلح، نقول لهم اختاروا البلح اللي بيكون ناشف، ما يكون البلح العجوة، لانه دائما البلح الناشف بيكون الكميه بتاعت السكريات الموجوده فيه اقل شديد من الكميه بتاعت البلح العجوة، لانه العجوة محتويين على النسبه بتاع السكر عاليه جدا. بالنسبه لكل الفواكه دي انا ما ممكن اجيب نفس السكري، ما اكون لا نوعين بتوع فاكهه بعد وجبه واحده، لا ما مسموح لهم بالحاجه دي، لازم يكون نوع واحد بتاع فاكهة لكن بعد الوجبة بساعتين أو قبل الوجبة بساعتين عشان نستفيد من الفيتامينات الموجودة فيها، والحاجة الثانية برضو عشان نستفيد إنها ما ترفع علينا نسبة السكر بصورة كبيرة. أهم حاجة ما تكون كمية بتاعت فاكهة يا جماعة، فاكهة واحدة مسموح لنا خلال بعد الوجبة بتاعتنا. طيب دكتورة كده سخنة ما سخنش لسه يا دكتورة ما سخنش. هنعمل مع بعض كده الحمص، ممكن كمان نغرف مع بعض الشوربة زي ما احنا شايفين كده، ما تاخدش معاك وقت طبعا بعد ما تضيفي البسلة. ونضيف عليها شوية بقدونس كده أو كزبرة خضراء بالشكل ده، ده شكل جميل ونكهه جميله جدا مع شوربه الخضار. نديها تقليبه كده خفيفه. طبعا كميه الميه او الشوربه اللي انت بتضيفيها دي حاجه انت بتتحكمي فيها، احنا طبعا بنحب دايما الخضروات تكون ظاهره بس ما تكونش نسبه الميه كتير عشان تستفادي اكتر من نسبه الميه اللي بتنزل من الخضروات نفسها. تمام كده بالشكل ده، يعني بنخليها تقيله كده. في ناس طبعا بتحب الشوربه خفيفه، على فكره ممكن برضه يا جماعه تضربيها تخلطيها تخليها شوربه ناعمه، الناس مثلا المسنين الاطفال اللي ما بتحب تشوف انواع معينه من الخضار تخليها تستوي كويس جدا وبعد كده تبتدي تخلطيها ناعم. طبعا ما بتحتاج منك تصفيه لان طبعا كل الخضروات خلاص موجوده فيها خلاص استوت. واهم حاجه شايف انها غير انها استوت وهي مخلوطه بفيتامينات الخضار الموجود فيها، ما ننسى احنا حطينا فيها شوربه بتاعت الفراخ تكون زادت لنا النسبه بتاعت البروتين، معناتها الشوربه بتاعتنا كميه عاليه جدا من الفيتامينات وموجود فيها البروتين، معناتها مفيده للناس الكبار اللي بيكونوا بيعانوا من نقص من البروتين بيكون عندهم مشكله في البلع، بيكون عندهم مشكله في الاسنان، بتكون مفيده لهم جدا لان هي مخلوطه بحيط بلع. اهم حاجه انها تكون ثقيله ما تكون لنا خفيفه عشان ما تشرقهم ولا تعمل لهم اي مشاكل. دكتوره كده خلاص الشوربه معانا جاهزه. تمام. زي ما احنا شايفين تشكيله الالوان من طماطم لبطاطس لكوسه لجزر اللي كمان الخضروات الخضراء انت حطيتها بقدونس او كزبره بتبقى اضافه جميله جدا. والبصل بيكون بسيط جدا يا جماعه عشان ما يغيرش معاكي طعم الشوربه. زي ما احنا شايفين كده بيكون شكل الشوربه. ما ننسى برضه يا شيف احنا كميه الملح نقليلها ما تكون كميه كبيره، لانه كميه الملح بتخلي لنا الخضار احنا عملناه في الشوربه بنستفيد منه كل الالياف وكل المواي اللي فيه بتكون طلعت لنا، كل ما خد الملح بكميه بسيطه بتكون نستفيد من الوجبه بتاعتنا، ما بتحتوي نسبه عاليه جدا من الاملاح لا، لانه قد ما ننسى انه الطماطم احنا خديناه فيه نسبه بتاعت املاح، معناتها كميه الملح بتكون كثير، عشان كده نقللها ونكون استفدنا خلينا وجبه صحيه. وما ننسى دائما انه كميه الملح المفروض ناخذها خلال اليوم 3 جرام في كل الوجبات اللي احنا المفروض ناخذها. شايفين كده يا دكتوره نسبه الميه والخضار تكون كده بالشكل ده، نحاول شويه نخف الشوربه يا جماعه نستفاد اكتر من الخضروات. الخضروات كده بالشكل ده. الطبق بتاعك طبعا ممكن تدي لها شويه خضروات تانية فوق على الوش كده بسيطه، تعملها مثلا شويه بقدونس كزبره برده مفرومه، ده شكل جميل.
ونكهة جمال. تعمل لها ورد طماطم كده خفيفة فوق برضو بالشكل ده. وكده انتهينا مع بعض من شوربة الخضروات المشكلة، اللي هي طبعا تعتبر يا جماعة بواقي التلاجات اللي عندك، اللي ممكن تكون قطعة 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 تعملي مش عارفة تعملي بيها ايه، ممكن تفهم معاكي في الاجواء الجميلة دي تعملي منها شوربة مميزة. تمام؟ تمام كده بالشكل ده دكتورة. انتهينا مع بعض من الشوربة، ونحمر مع بعض كفتة الدجاج، وهنقدم كمان الحمص المشروب الجميل الساخن. لكن هنستأذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظروا. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه، وزي ما شفنا مع بعض الحمص يا دكتوره بالطريقه دي، وهنعمل مع بعض اخر حاجه الكفته دلوقتي. تمام. تشربيه مشروب ساخن جميل جدا مع النكهه بتاعه البهارات، كمان نكهته مميزه مع الشمار والشطه والبابريكا ونكهه الليمون برضه. كمان تضيفي له كده ليمون بقى غير اللي انت ضفتيه، بس تحاولي ما تضيفيش كتير في الميه السخنه، لانه طبعا لما بيقعد كتير يا جماعه بيمرر معاكي. فحاولي عصير الليمون، حتى لو انت بتحبي تحطي عصير صافي او تحطي شرايح الليمون، ضيفيها بعد اكتر ما انت بتصبي اساسا المشروب. تمام كده بالشكل ده خلصنا مع بعض المشروب الساخن، وهنعمل دلوقتي مع بعض الكفته، كفته الدجاج هنحمرها مع بعض. برضو بالنسبه للقيمة الغذائيه بتاعت الشوربه بتاعتنا بتحتوي لنا على نسبه عاليه جدا من الفيتامينات الموجوده فيها، وما ننسى برضو انه نسبه عاليه جدا من البروتين، لانه احنا استخدمنا فيها الشوربه بتاعت الفراخ. اذا كنا استخدمنا حتى المويه ساي برضو ممكن نكون نزيد كميه بتاعت البروتين بالنسبه بتاعت البقولات احنا خدتنا او نسبه الخضروات. دايما بقول لكم انه اذا احنا حتى عملنا الشوربه بتاعت العدس برضو بنكون استفدنا انه نسبه بتاعت البروتين بتكون موجوده فيها عاليه جدا. وما ننسى دايما انه الشوربات من الاطباق المفيده جدا للناس اللي بتعاني من مرض السكري، سواء انه كان شوربه العدس مفيده لهم جدا، سواء انه كان شوربه الخضار، شوربه الفراخ وشوربه اللحمه. ودائما نستخدم اللحمه الضار، والفراخ بيكون من غير الجلد بتاعه عشان كميه البروتين بسيطه، الكميه المسموح لهم انهم هم ياخذوها الكوريه بتاعتنا العاديه 125 جرام، انهم هم ياخذوها قبال الوجبه بتاعتهم. ممكن ياخذوها بعد ذاك على حسب نوع الشوربه، اذا كانت الشوربه بتاعتنا هي بتحتوي على كربوهيدرات زي مثلا شوربه الخضار كميه فيها كميه البطاطس كثيره جدا، ممكن ما ناخذ معها اي كربوهيدرات يعني خارجي. اما اذا كانت مفتحته ممكن ناخذ عادي الشوربه بتاعتنا واسلطه، ويكون الطبق الثاني احنا حناخده. وما ننسى دائما في كل وجبه من وجباتنا لمرضى السكري اللي هم بياخذوا الثلاث وجبات الاساسيه انه يكون فيها نوع واحد من الكربوهيدرات، سواء انه كان الرغيف، سواء انه كان العصيده، سواء انه كان القراصه او الكسره، اي نوع من انواع النشويات بتمثل لنا، لان هي نشويات بتكون معقده جدا، ما بتمتص لنا بصوره سريعه وبتدينا الاحساس بالشبع، وما بترفع لنا السكري بصوره سريعه، عكس تماما السكريات اللي احنا بناخذها بصوره مباشره هي السكر الابيض، العسل، الحلويات، سواء كان البص او اي نوع بتاع حلويات. عشان كده دائما بنقول لكم ركزوا دائما على السكر احنا ناخذه من النشويات، لكن ما ناخذه من السكر المباشر. الحاجه الثانيه دائما الحل بتاعنا انه يكون الفواكه الطازجه، العصاير الفريش اللي بتكون مخليه تماما من السكر، ما تكون فيها نسبه بتاع سكر. دائما نتعود ناخذ فواكه فريش نستفيد من القيمه الموجوده فيها اكثر. ودائما لمرضى السكر ما ننسى الثلاث وجبات بتاعتنا الاساسيه بالاضافه للثلاث وجبات الخفيفه بين الوجبات، بتمثل لنا في كوبايه زبادي، في قطعه بتاعت فاكهه، ممكن في كوبايه بتاعت عصير، كلها ممكن تكون وجبات خفيفه. وما ننسى دائما الوجبه الفطور دي من الحاجات الاساسيه عشان احنا نكون منظمين كميه السكر بتاعتنا. لازم مريض السكر ياخذ الفطور بتاعه قبال الساعه 9، وياخذ اهم حاجه العلاج يكون متابع مع الطبيب عشان تنتظر لنا النسبه بتاعت الانسولين. يا دكتوره زي ما شايفين الكفته واللون الذهبي ده الجميل بالشكل ده. تمام. من الحاجات الجميله جدا ممكن كمان تخزنيها في الفريزر، عشان في ناس كتير هتسال دلوقتي تقول لك لا هو ممكن نعملها طوالي. يا شيف ممكن تتعمل طوالي برضو، بس حاولي تخليها تاخد شويه تبريد، او تخلي العجينه نفسها بتاعت الكفته تكون بارده معاك وانت بتعمليها. ممكن على طول تبتدي تحمير فيها، او تبتدي تخزنيها طبعا قبل ما تطلعها من الفريزر بشويه بسيطه، تخليها بره تفك شويه، بعد كده تنزليها في زيت سخن. زي ما احنا شايفين اللون الذهبي
اهم حاجه طريقه يعني عملها بسيطه، وحتى الطريقه بتاعت انها هي تستوينا ممكن تكون الوجبات المفيده برضو لاطفال المدارس، ان هي ممكن تتاخذنا كتغيير من هم ما دارين بدل ما يكون وجبات جاهزه، لا هي وجبه بسيطه ممكن تتعمل ونعملها ونستفيد كميه بروتين عاليه جدا، ممكن بعد ذلك ننوي معهم على حسب انواع اللي هم اخذناها، اي نوع بتاع خضار انهم ياخذوا ممكن ياخذوا معهم المدرسه، سواء انه كان السندوتشات نحن بنعمل لهم، دي كلها حاجات مفيده وحاجات بسيطه والاطفال هيحبوها، مع الحسب بعد ذلك الكاتشب اخذت فيه معهم المايونيز، كلها حاجات بسيطه ممكن تساعد الاطفال على انهم ياخذوا لنا الاكل. وحاجه ثانيه ما ننساها برضه لناس السكري، اذا احنا اخذنا الطبق بتاعنا بتاع كفته البطاطس كفته الفراخ ممكن تتعمل لنا بالفرن، بنكون قللنا الكميه بتاعت الدهون الموجوده فيها وبتكون لنا وجبه مفيده جدا. احنا شايفين كده دكتوره لون ذهبي وخفيفه كمان وهشه لما انت بتعمليها، طبعا حاولي لو انت حسيت ان العجينه نفسها لما متماسكه معاكي كويس ممكن تديها معلقه بقسماط خفيفه او زي ما اتفقنا ممكن كورن فليكس تطحنيه ناعم وتدفيه عليها، الحاجه من الاثنين يا جماعه تديكي تماسك شويه بالذات مع كفته اللحم، ممكن الدجاج ما بتحتاج كتير شويه لان طبعا نسبه الاوراق او الصدور اللي انت بتعمليها بيكون فيها نسبه جيلاتين اكتر فبتتماسك معاكي اسرع من اللحمه الحمراء. تمام كده بالشكل ده يبقى طبق كفته مميز بالنسبه لك وسهل وبسيط. طيب تزينيه طبعا التزيين الجميل زي ما اتفقنا، ممكن تقطعي معاه طرنشات خيار، طرنشات طماطم، بصل ابيض، بصل احمر، تمام النكهات اللي انت بتحبيها كلها. تمام تديها بقدونس كده خفيف كده بقى طبق مميز معاكي سهل وبسيط بس على التحمير، ممكن تعمليه في اي وقت مع الوجبه بتاعتك، تقدميه مع بطاطس بوريه، تقدميه مع فرنش فرايز، بطاطس محمره او تقدميه مع خضروات زي ما احنا شايفينه كده، والافيد كمان انت تقدميه مع خضروات، ممكن تعمليه كمان مع خضروات سوتيه زي ما انت عاوز. اهم حاجه يا شيخ زي ما انت قلت الافيد الخضروات، احنا ركزنا على البصل دايما، البصل والثوم من والليمون من الحياة المفيده جدا في فصل الشتاء، لانه هم كلهم بيزودون الجهاز المناعي بتاعنا وبيغونا دايما من نزلات البدن، لانهم بيحتوي لنا على نسبه عاليه جدا من الفيتامين سي. ننصحكم بين بعد كل وجبه لازم عصير الليمون، ولازم يكون البصل مقطع لنا في السلطه برضه بالحجم بتاعه الكبير عشان نكون مستفيدين منه اكثر. انتهينا مع بعض النهارده من حلقه جميله ان شاء الله موفقه معاكم مع الحمص المبهر، وعملنا كمان كفته الدجاج بطريقه سهله وبسيطه وشوربه خضروات مشكله بتشكيله جميله موجوده عندك في الثلاجه من اي انواع من الخضروات يا جماعه تعمليها بيها، والناحيه الصحيه برضو للناس الكبار اللي ما بتحب تشوف الخضروات او الاطفال ممكن تخلطيها خلط كامل واستفدتي من كل المجموعه الغذائيه اللي موجوده في الخضروات. نتمنى ان شاء الله تكون حلقه موفقه معاكم، وزي ما تعودنا في نهايه كل حلقه بنقول لحضراتكم في امان الله.